Vai. يقول يا اخوك يا سلطان حزني جرحني، أهلا جار. يا اخوك يا سلطان حزني جرحني، وانت تعرفني زين، لا صرت ضايق الدمع في عيني وقف ثم فضحني، والدمع في عيني وقف ثم فضحني. اي والله اني منصدم فالحقايق، حتى الزمن في وقفتها، حتى الزمن من وقفتها بانوا كسرني، فقلت لي رجال يسوى خلايق. ما شاء الله، صح لسانك، يستاهل سلطان. هذا دليل حبك له، حبكم من سلطان. انكم عشتوا زي الاخوان بهالمنتجع. اي أيوة والله، فاي واحد يطلع منكم كانه يعني كلهم والله لا تستحي مما تكتب. ولكن ابو اذا كتبك الاحساس اكتب، هذا اللي بقول لك. انت تسال من شوي. ابو هادي معزته غير والله. حاش واضح الاحساس اذا كتبك جزم. انت واضح يعني ترابطكم خاصه مع سلطان الايام هذه بانت كثيره، لانه دائما كثير الحركات وكثير المشاركات وكذا خلاكم تحبونه اكثر. فقدوه يمكن. نعم، ولكن والله سبحانه وتعالى اختار هذه بدايه نجاحه. نعم اي نعم. وقلنا لك المقارنة همس، واحد كان معنا فيصل في لمتنا ما قعد الا 10 ايام، ممكن سمعتونا ولا ما سمعتونا؟ وكشفت له سر انا فيصل ابو مشعل مطيري. اي نعم كان معك في البزنس، ولما جيتكم في الحوش اول ما دخلت بالمشعب ما اعرف منكم ولا واحد، دخلت عليكم بالمشعب اقول ايش اللي يجلسكم هنا؟ انتم ما احتسبتوا اني افضفض وجيت تسلمون علي وقلت نبغى ندخل معكم، تكفى باقي رغبانين للشاشه والكذا. قلت ابد، اذا اعطيتكم اشاره روحوا جهزوا انفسكم، اذا اعطيتكم اشاره من هناك من الصدر المجلس ادخلوا. وسوينا شويه اكشن وحاجات كذا طلعت من نوع من نوعيتها. تعال انا ابو فيصل كان من ضمن السؤال اللي سالناه كيفك يا فيصل، هو اعلامي طبعا من اول وعاشق الاعلام. قال ولا 10 ايام تقريبا هو ما جالس في البرنامج الا 10 ايام، بينما سلطان جالس 50 يوم. فقال والله انا كنت جالس جنب امي وهي تتفرج في المجلس حقكم مجلس الشيبان. قال ايش تمتمين يا امي تقولين؟ قالت والله اني يا ولدي اني اتمنى من الله اني اشوفك مع الشيبان، قصده يشارك معاهم. فمن هنا تحققت رغبه الوالده. الوالد دائما خلك قريب منه، وكبير السن خلك قريب منه، قول ادعي لي، ترى دعواتهم دائما ما بينها بين الاحجاب. ولا حتى اللي فاقد الوعي من الشيبان اذا يقطب الكلام اللي بتقوله هذا برضو دعوته ترى مستجاب. فاللي حصل في ثاني اسبوع كان معنا فيصل في المجلس، كنا وش توجه لما نصب عليها بالخير، وقلنا هذا فيصل الان صار معنا هنا في المجلس، ولا مجلس الشيبان الا تكريما لنا وله، ولكن هو مع زملائه ان شاء الله. انا ودي انهم غيروا الاسم. اي فغير 10 ايام وطلع، وابدع فيصل اللي ابو مشعل، وشفتوا تقديماته وشفتوا اتزانه في الاداء وفي كل شيء. بينما سلطان جالس 50 يوم، 5 اضعاف. فوصل للمرحله اللي اختار الله سبحانه وتعالى له، وما تدري. والله بيجمعكم ان شاء الله، الله يطول اعمارنا واعماركم على الطاعه ويجمعنا وياكم، واللي المحبه تحببتوا فيه في الدنيا ان الله يجمعنا وياكم وهم في جنات النعيم. اللهم شاعرنا خالد ما عندك؟ وين عندك؟ اعطنا اللي تختار انت.